كان من المفروض أن تتحرك المزاحة، ولكن لا ننسى بأن في أعراقنا مع الأسف، نعم، حتى بعض القرارات المحاكم نحن نعتبرها مسيئة بصراحة. وهذا القرار أيضا كل المسيحيين ليس فقط في العراق، وإنما في أرجاء المعمورة، نعم، يعتقدون بأن هذا القرار مسيس ضد البطريرك مارك ساكو، ولا يجب على أي من أبناء الكنيسة الكلدانية أن يقوم بهكذا التصرفات ضد رئيس ضد رأس الكنيسة مالته. ولكن مع الأسف صارت هذه المناكفات السياسية، واليوم آخر رسائل مارك ساكو من أسطنبول من دولة تركيا الذي يقول بأنه سوف يرجع، لن يرجع إلى بغداد، وإنما يرجع إلى إقليم كردستان ويستقر في إحدى الأديرة. طيب أستاذ روميو، لنتحدث بشكل موسع بخصوص